السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في برنامج بيوند كاد. دلوقتي هنشوف لو أنا عندي موديل عايز أدخله على البرنامج. أول حاجة أعملها أقول له import وأبدأ أقول له import new وأبدأ أختار الملف بتاعي. ونلاحظ هنا إن هو بيقبل امتدادات كتيرة جدا FBX DX FDAE، ملفات خاصة بالبلندر 3D Studio Max XGL لايت ويف مود وكل الكلام اللي حضرتك شايفه دوت. فده بيسهل عليا ان انا اقدر اختار ملفات، ما اضطرش ان انا اتعب في التحويل من صيغه لاخرى. طيب اختار مثلا الفيلا ديت واقول له اوبن، فبيبدا بقى يسال على سبريت دوبليكيت ماتيريال. انا عندي فيه اتنين ماتيريال، سبريت لارج ميشز والاكس والواي بتاعتي. طبعا هنا بالفيت احنا سهل من اديت ان احنا نغير للمتريك اوتوماتيك سنتر مش بيفوت. طيب هقول له امبورت، فهيبدا يعمل امبورت للموديل. هقول له اوكي، هلاقي الموديل دخل بالشكل دوت، بس هلاحظ ان هو ظهر منه جزء صغير، فمحتاج ان انا اعمل له موف. فاعمل سيلكت على الموديل، هتظهر لي الزرار دوت اللي من خلاله اقدر اعمل موف، وهبدا اعمل له موف بحيث ان هو يبدا يظهر فوق المبنى بالشكل دوت. تقدر تغير الماتيريال لو انت حابب، تقدر تضيف